لا تكابر وتقول انك انسان منجز، انت ما انجز شيء. لا تكابر وتقول ان الناس كلها ضدي، انت ضد نفسك. لا تكابر وتقول هذه افكاري، ما هي افكارك، انت مستعيرها من الاخرين. لا تكابر وتقول ان الدنيا كلها ضدي لانك طيب. الدنيا ما تحارب الطيب، الدنيا تعطي اللي يعطيها. لا تكابر، لا تكابر واعترف انك مقصر. لا تقص على روحك، لا تقص على روحك، لا تقص، لا تقص على لا تكابر، لا تقص على روحك وتقول سامحت، لا تقص على روحك وتقول عفيت. انت ما عفيت. شلون عفيت؟ امس طول الليل تتقلب. اللي سامح ما يصيد عرق. انت ما عفيت ولا تقدر تعفي ولا سامحت وما تقدر تسامح. انت للحين في قلبك قهر، في قلبك قهر على الموقف اللي صار. اعترف، اعترف. ليش تتمثل وتسوي روحك انك نسيت؟ انت ما نسيت. اعترف انك تنتظر اللحظة اللي تشوفه فيها يعاني مثل معاناتك. لا تهز راسك وتقول بقلبك لا، انت فيك شيء في داخلك. ادري، انا عارفك زين. لا تكابر، اعترف انك منقهر. الغلط مو بالقهر اللي فيك، غلط انك انت ما تطلب فرصة للتعبير. قوم، قوم وقف وعبر عن اللي فيك. ليش تمثل وتكتم؟ ليش تدعي انك سامحت وعفيت؟ اللي يعفي ما يشيل في قلبه ذرة قهر، ينسي كل شيء. ليش تكتم؟ تبي تنفجر أو تبي شيء في داخلك ينفجر؟ مو مطلوب منك شيء، كل اللي مطلوب انك تختار الوقت اللي تعبر فيه عن القهر اللي فيك. اختار الطريقة. ليش تتردد؟ ليش تخاف؟ أدري إنك تخاف، تخاف تبكي، تخاف تبين إنك ضعيف. الضعف الصجي هو حالتك الحالية، حالتك الحين هو الضعف الصجي. أنت مو قادر تنام، أنت مو قادر تعبر، أنت مو قادر تنسى. بنفس الوقت تمثل إنك متماسك. قوم، 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 اختار لك طريق تعبر فيه. قوم، اختار لك طريق، اختار لك مكان، اختار لك طريقة تعبر فيها عن قهرك. لا تكابر وتقول أنا قوي. أنت الحين مو قوي، بتقوى إذا عبرت عن نفسك، عن مشاعرك، عن أفكارك، عن حزنك، عن زعلك. أنت حتى في لحظات الحب ما تعبر. خلني ساكت، لا تكذب وتقول انك متماسك. انت عقلك يشوف شيء وقلبك يقول لك شيء ثاني. القوي هو اللي يتفق عقله مع قلبه على قرار واحد. انت ما انت بقوي، انت تكابر على ضعفك.